السلام عليكم. طبعا بالمرحلة السابقة انتهينا نحن من المرحلة التصميمية والمخططات التصميمية والمشروع كتصميم. هلا بدنا نشتغل بهذه المرحلة عن مشروع كمخططات تنفيذية. طبعا يعني ما راح تكون مثل طويلة مثل هذه المرحلة، لأنه نحن يعني مقطعين جزء كبير من الموضوع التنفيذي. طبعا يعني جدران ونوافذ وابواب، هذا الموضوع كلياته بيندرج ضمن الشغل. اذا بدي اشتغل مشروع تنفيذي من اولته انا، اجبارا لازم امر بكل هاي المراحل. فنحن اختصرنا جزء كبير منه، لهيك راح يكون باقي لنا جلستين بالموضوع المخططات التنفيذيه. هاي جلسه وجلسه ثانيه ان شاء الله. بالبدايه اول شيء راح نتعرف كيف نحن بدنا نخلي الشغل المخططات التنفيذيه على طبقة هون أو مثل مسقط يعني أو صورة هون ما لها علاقة بالصورة الأصلية، بحيث أنا لما أضيف رموز أو أضيف أغير شغلات معينة أو شيء له علاقة بالرؤية أخفي شيء ما يكون له تأثير على المشروع الأصلي. يعني فرضا أنا اشتغلت مشروع تصميم وبدي أشتغل مشروع تنفيذي بنفس المشروع، بس بدي أحافظ على المشروعين بنفس الملف يشتغلون. ما لنا مضطرين طبعا، احنا ممكن نعمل نسخة من الملف ونفتحه ونشره تنفيذي من اول وجديد عادي، نغير ونخفي وهيك وما. بس احنا مشان ناخذ الفكرة. اذا رحت وقفت على المسقط الارضي، طبعا احنا في هون عدة شغلات، مثلا الفرش ما لازم يكون موجود، في رموز معينة، في يعني هون لازم يكون في تهشيرات معينة كذا، في رموز للابواب، في خطوط ابعاد الى اخره. هاي النقطة كلها إذا بدي خليه يطلع هون، فأنا المسقط عندي راح ينتزع، يعني راح يصير هو تنفيذي أصلاً. بس إذا أنا حبيت حافظ على الملف وعلى المشروع كتصميم وإجا بعدين أشتغل على طبقة تانية تنفيذي، فأنا باليمين من هون بحسن أقول دوبليكيت فيو، بقول له دوبليكيت. هلا هيك عمل لي نسخة من الملف من الطابق هاد اللي هي نسخة هون. طبعاً هاي النسخة بتضل مرتبطة بالطابق، يعني في حال أنا مثلاً حركت هذا الجدار لهون ورحت وقفت بالكوبي بلاقيه متحرك لهون فعلا. لكن يعني هاي شو بتفرق عن هاي، انه اي اضافة تضيفها بالكوبي 1 هون ما لها علاقة بالانوتيشن، يعني ابعاد او رموز او اي شيء ما بتطلع هون. واي شيء بضيفه هون اضافات انوتيشن وشغلات خاصة بالفيو بالانستانس يعني تبعت الفيو، ساعتها ما بتطلع هي هون وهكذا. طيب نحن هون شو ممكن نخفي؟ اول شيء مثل ما ذكرنا ممكن نخفي الفرش. في عنا ممكن نكبس باليمين ونقول له هيد ان فيو كاتيجوري، فهيك بيختفي فرعون تصنيف الفرش. في هون عنا عدة اجزاء كمان ممكن نخفيهم، هذول ما داخلات تصنيف الفرش. كمان هيد اذا قلنا له كاتيجوري، هيك ممكن نكون احنا خفينا اغلب الشغلات اللي ممكن يكون في اخفاء. وهاي كمان تمام. طيب هلا هيك صار المشروع عندي مثلا مبدئيا جاهز، انه ما في شيء زيادة ما لازم يكون مشروع تنفيذي. اول شيء مثلا احنا الاعمدة اللي بدنا اياها تبين بالمقطع غير هيك، فاخذنا قبل بمرة نافذة الاكساء اللي هي موجودة هون. هاي الإكساء تبع الأعمدة موجود هون، لكن مثل ما أنا شايفين هو إكساء أو الأمر تبع الإكساء موجود بقائمة الإنستانس للعمود. يعني أنا إذا غيرت عهاد مفروض حدد الكل وإجا غير لون من هون مشان كل يغيره بنفس الوقت إذا بدي أغير المادة أصلا. لكن أنا ما بدي أغير المادة، بدي أغير التهشيرة تبعت المادة. إذا فت على نافذة الإكساء أو نافذة المواد، في عندي هون حكينا قبل مرة إنه الكات باترن موجودة بكل خامة عندي، فالكت باترن إذا بس عدلتها هلا فهي راح تعدل لكل شيء آخذ هاي المادة، كل شيء آخذ هاي المادة مثل باقي الأعمدة. يعني مجرد إني أعدل الإظهار المادي بالنسبة للقطع، مثلا هون عملت هذا الإظهار قلت له أوكي، قلت له أوكي، فملاحظ إنه هلا المادي صار يطلع العنصر المقطوع اللي آخذ هاي المادة لما بينقطع القطع تبعه يطلع بهالشكل هيك تأشيرته. كمان هون نفس الشيء وهون نفس الشيء وهكذا. هلا هذا الموضوع اذا حبيت انا التأشيرة تكون اصغر او اكبر ممكن اتحكم فيها من خلال قبل مرة حكينا عن شيء اسمه Additional Setting من هون الفيل باتر. فينا اشوف
التأشيرة اللي بدي إياها وجي غير عليها مثلا عدل على الأبعاد تبعيتها، أو إذا حبيت بدون ما أعمل هاي الطريقة وكون أنا متأكد من شيء معين مثل مقياس الرسم، فأنا فيني أعمل مثلا 1/50 وبالتالي بلاقي صارت التأشيرة بالعمود صارت أكثر كثافة يعني أو أقرب الخطوط من بعضها. بس لكن بالمقابل هذا له علاقة بالمقياس، يعني أنت انتبه شو المقياس عم يشتغل عليه. لكن إذا كان لا 1/100 فما بصير نعمل 1/50، لأنه بعدين لما راح يصير في عمليات النقل والرموز والأرقام هيك راح تكون متناسبة مع الرقم مع المقياس 1/100 وليس 1/50. فهي بالنسبة للأعمدة. مثلا بالنسبة للجدران كمان في الجدران أخذين مادة إجباري، إذا فوت على هاي المادة محل ما تعلمنا وجيت لهون بلاقيهم أخذين هذا الإكساء، طبعا نحن ما بدنا إياهم ياخذوا هذا الإكساء بس هن أخذين لأنه مادة الكونكريت، فهيك نحن راح نخليهم ياخذوا مثلا مادة البريك هاي ونقول له إنه الإكساء هون يكون إذا انقطع الجدار يكون من هذا هيك إكساؤه. قلت له اوكي ليش ما غيرت هذيك المادة نفسها؟ لانه هذيك المادة للعمود، اذا كمان غيرتها هون راح يرد يتغير العمود ويصير اكساؤه هيك. قلنا له اوكي اوكي طيب. هلا بيواجهنا سؤال انه ليش ما طلعت التأشيرة مثل ما طلعت العمود؟ اذا نتذكر نحن بالبداية لما اخذنا هذا الشريط كان في عنا هون شيء اسمه دقة التفاصيل، فانا اذا كنت عم اشتغل على العام بحطها على الخيار الاول، لكن اذا حطيتها ميديوم مثلا بنلاحظ بلاش تطلع لنا تفاصيل أدق مثل التهشيرة. طيب في عنا مثلا كمان الجدار الخارجي، كمان نحنا إذا بدنا نعمله تهشيرة إله كيف كمان بتصير؟ نحنا من هون جينا وفتنا على الإيدت تايب على الإيدت، كمان هاي المادة اللي أخذها الجدار الخارجي. أنا ممكن نروح على الجرافيكس هون وجلس لهون بحط له التهشيرة اللي بدي إياها. أوكي أوكي كان عدل اللون طبعا لأنه اللون فاتح والأسود. أوكي هلا نحن طبعا الجدار الخارجي ما بدنا اياه يكون هيك، يعني شو لازم يكون في بجدار خارجي؟ في يكون فراغ هوائي موجود عندي، لذلك نحن بنفوت لهون بنشوف الطبقات المكونة للجدار، يعني هاي النافذة أنا فوت على نافذة structure edit، فهون هلا هاي النافذه في بقلبها طبقات المكونه للجدار، هي محطوطه حاليا طبقه وحده اسمها كده 0.3 وهاي هي ماده الاكساء تبعتها. هلا انا كيف فيني اضيف؟ فيني اقول له انسيرت، هيك اضفت طبقه ثانيه انسيرت صارت للطبقات. هلا بيجي بعدل على هدول الطبقات، بخلي مثلا هاي 0.125 هاي مثلا 0.125 وهاي بخليها 0.05 بحيث يطلع المجموع عندي 0.3. وكمان الاكساء تبعهم بخلي هاي تكون نفسها الليمستون اللي اخذتها الطبقة الخارجية، اذا حبيت تكون الطبقة الداخلية غير الطبقة الخارجية كمان ما في مشكلة، بعطيها اكساء تاني. اوكي وهذا بخليه يا بخليه هيك باي كاتيجوري انه فاضي ما في شيء، او ممكن حط هواء مادة اسمها هواء ويكون ما الى تهشيرة، وبالتالي راح يكون في فراغ. اذا قلنا له اوكي هلا نلاحظ كيف عنا طبعا هذا خط الشبكي، يعني هذا الخط اللي هون هو خط شبكي اذا حذفته، نلاحظ كيف عنا صار الجدار عبارة عن فراغ هوائي بكل المحلات، يعني ما في داعي الواحد يقعد يعمل كل الجدران لانه نفس الفاميلي هي اخذ هذا الجدار، لذلك ونفس الاكساء، يعني هلا هذا الجدار اخذ اكساء ثاني، لذلك انا بس بقول له اذا تايب فوت لهون بختار انه يكون هاي التهشيرة نوع معين، نضيف طبقتين كمان خلي كمان نفس الأرقام. ممكن أنا من البداية لما أخذت هذا الجدار خليه من الفاميلي اللي عملته، يعني من هاي الفاميلي، وبعدين لما إجي بدي أغير إكساء وبس. طبعا نحنا بالتنفيذية يعني ممكن ما يكون في رندرة أو هيك لحتى يصير يطلع الإكساء، لكن إذا حبيت فأنا ممكن يصير غير من هون هاي المادة، حط المادة اللي بدي إياها وأعمل تهشيرتها هيك، كمان من هون غير المادة مشان ما أعدل مرة تانية بالأرقام وحط أرقام من أول وجديد. فهيك بالطريقة نحن كمان بنكون عدلنا على الجدران بحيث الخارجي بحيث يصيروا كمان نفس الفكرة إنه تهشيرتهم واضحة. عنا الأعمدة يمكن بدنا نرمي ولا رمادة ولا أسود تمام.
هلا النقطة الثانية رح نحكي عنها هي نقطة الأساسات. رح نبلش نحن بالشغل من عند الأساسات، يعني من تحت ونحن طالعين. احتمال مثلا يجي ينطلب مننا أو نشتغل مسقط أساسات، لهيك لازم نتعرف كيف ممكن نشتغل هيك شيء. أول شيء رح نشوف المسائط لازم نعملها زيادة، اللي هي مثلا مسائط أساسات وهيك. إذا رحنا وقفنا بالواجهة، لاحظ إنه آخر طابق عنا أو آخر ليفل هو ليفل صفر مستوى الرصيف. طبعا احنا هون ممكن نخليها هاي تبدأ من ليفل صفر صفر تماما. طيب فمستوى الرصيف اذا افترضنا انه المستوى تبع الاساسات هو تحت مستوى الرصيف او الارض بثلاث امتار مثلا، فنحن ممكن مثل ما تعلمنا من قبل ننسخ نسخة، نعمل كوبي ننزل تحت نكتب 3 نعمل انتر. هيك صار عندي المستوى اللي هو مستوى الاساسات. كيف بس هو لونه اسود وما معرف هون، كيف قلنا نحن ممكن نعرفه من فيو؟ في عنا بلان فيوز فلور بلان، نختار الطابق الرابع من اوكي بيفتح لنا هو الطابق الرابع. بنرجع الواجهة بحيث هذا هو الطابق، هو ما الطابق الرابع، هو الطابق تحت الأرض. رح نحنا نغير الاسم نسميه ناقص واحد انتر. نعم هيك صار عنا المنسوب تبع الأساسات. هلا إذا وقفنا المنسوب تبع الأساسات انتبهنا من شوي إنه هو ناقص واحد، إنه ما في خطوط الشبكي. السبب إنه ما في خطوط الشبكي، الخطوط الشبكي أصلا إذا وقفنا بالواجهة بنلاحظ إنه وين واصل الامتداد؟ واصل لهون، ما نواصل لعند المنسوب ناقص واحد. لذلك نحنا نمسكهم هيك نسحبهم من هون بحيث يصيروا نازلات لتحت. كمان بالواجهة الثانية نفس الحكي، لأنه هاي الشبكة ما بتبين يعني بكل الواجهات، كل واجهتين متقابلتين تبين فيهم محاور عمودية ليهم. بهالطريقة أنا صار عندي التقاطع موجود. إذا رحت وقفت بالمسقط ناقص واحد لاحظ صار في عندي خطوط شبكية موجودة بشكل كامل. النقطة الثانية اللي رح نحكي عنها هي إذا وقفت بالليفل صفر، امسك الأعمدة كلياتها وخليها تبلش من عند الناقص واحد. إذا رحنا على 3D هلا نشوف شو صار عنا، نلاحظ كيف صارت الأعمدة هلا نازلين بلشين عند الناقص واحد وهي طالعة لفوق. تاني خطوة شو هي رح تكون؟ الأساسات. رح نبلش نحط الأساسات والطابق ناقص واحد. طبعا الأساس مثل الأرضية. إذا انتبهنا نحن الأرضية لما اشتغلنا أرضيات، إذا رحت وقفت كمان بالواجهة مرة تانية، لما عم نشتغل أرضية مثل هاي وعم نقول له إنه هاي الأرضية تكون هذا جدار. طبعا أرضية مثل مثلا هون جوا في أرضية ما أنا مبيني، مثلا هاي أرضية. إذا انتبه إنه الأرضية محطوطة على الليفل 2 وعنا الهاي أوفست صفر، يعني ما في أي أوفست معمول وهي على الطابق الثاني تماما. إذا قربنا هيك بننتبه إنه هي صايرة المستوى سطحة من فوق على الطابق الثاني، سماكتها نازلة تحت. عشان لما اعمل مثلا منسوب هون يقول لي انه هو الطابق الثاني، يعني يعطيني 4.05 على هالاساس. فهو بيحط الارضيه بتكون السماكه فعلا موجوده لتحت، حتى انا اذا وقفت هون اقول انا فعلا واقف على الطابق 2 اللي هو منسوبه 4.05 وهكذا. الاساسات نفس الارضيه تماما، بياخذها لتحت وبتخلي سطحها هو عند المنسوب بالضبط. فانا اذا عملت عند الناقص واحد بلشت احط اساسات، لوين راح تكون السماكي؟ عم تنزل لتحت الطابق ناقص واحد. طب الاساسات منين بنجيبهم؟ قائمة structure في عنا فيها امر اسمه isolated اللي هو اللي راح نستخدمه كالامر تبع الاساسات. عم يقول لي هون انه ما في فاميلي محملة او موجودة عندي مثل هون يعني يكون حتى استخدمها كاساس. عم يقول انت بتحب تستعرض وتجيب الفاميلي، فانا بقول نعم وبرجع على US metric بختار تحت. في عنا شيء اسمه structure foundation، باخذ انا ال m footing rectangular. هذا الخيار هو خيار الاساس اللي نحن بدنا نستخدمه، قول له open. هلا بنلاحظ نحن انه الاساس ما هو عم ينزل لتحت، موجود من فوق وعم ينزل لتحت، فلذلك ما راح يظهر عند الاساس بالمسقط هذا بما انه عم ينزل لتحت. فلذلك نحن ممكن اذا حطينا هون يطلع لي هاي الرساله اللي طلعت من زمان. اذا بنتذكر يوم انشانا العمود كمان كان العمود عم ينزل لتحت، فبعدين نحن خلينا يصير يطلع لفوق ويصير مبين عندي.
الفكره هون انه الاساس ما بنحسن نخليه يصير يطلع لفوق ويصير يبين عندي، هو اصلا بينشغل من ارضيه الطابق اللي انا واقف فيه وباستمراريه لتحت مثل الارضيه تماما. هلا الاساس تنشا هون بس انا ماني شايفه، يعني اذا رحت وقفت ب 3 دي نغلق هاي الرساله، لاحظ انه في عندي هذا الاساس هو عند المستوى تماما يعني سطحه، بس هو الفكره انه نازله تحت لهيك ما بين. فانا مشان هاي النقطه ممكن شو اعمل، ممكن اعدل الرؤيه تبعت الناقص واحد، مستوى ناقص واحد. كيف يعني اعدل الرؤيه؟ يعني خليه يصير يشوف لتحت اكثر من ارضيه الطابق فقط. يعني الرؤيه حاليا بالليفل ناقص واحد وانا واقف هون، اخر شيء عم شوفه تحت هو فقط الطابق، الارضيه تبعت الطابق. فانا فيني اعدلها بحيث يصير يشوف كمان تحت الارضيه تبعت الطابق بمتر بمترين الى اخره. هاي غير امر الاندرلاي اللي اخذناه من قبل انه يصير شوف اي طابق بشكل شفاف او بشكل فاتح. يعني هون لا ما بشوفه بشكل فاتح، هون بشوف بشكل نظامي وفيني اتحكم فيهم واستخدمهم وعادي. كيف ممكن نعدل هاي الرؤيه؟ من بحيث نكون ما محددين شيء، يعني خصائص العرض هي الموجوده عندي. في عندنا خيار تحت اسمه الفيو رينج، هذا هو. بالفيو رينج نحن بنلاقي في عندنا اذا كبسنا قطعنا هاي النافذه فيها المناسيب تبعت الشغل. يعني مثلا هذا هو منسوب القطع تبع الطابق، انه هو لما عم يفرجينا المسقط مثلا عم يكون قاطع الجدران وقاطع النوافذ والدرج عم ينقطع. شو المنسوب اللي عم ينقطع عنده كل هدول؟ عن منسوب 1.2. اذا حبينا نغير شي مره المنسوب نحن ممكن نغيره من هون منسوب القطع. هون منسوب اعلى رؤيه انه لوين واصل السفيه او التوب. طبعا هاي تفصيل للشيء الموجود هون، واحد انه شو هو، واثنين وثلاثة واربعة الى اخره. نحنا بهمنا نغير الفيو ديبث ونعملها ناقص واحد مثلا، انه تصير الرؤية تحت اكتر بمتر. فنجي بنعمل له انه اوكي، نلاحظ الاساس صار يبين عندي وفيني اتحكم فيه اشتغل فيه عادي. شو ممكن يصير مشاكل بهيك حالي؟ انه انا اذا كان في عندي عم شوف مسقط وفي شي لسه تحته كتير، فممكن يصير الاجسام تتداخل ببعضها. هذا الحكي يعني نحن بنحدده انه بدنا اياه يكون هيك ولا بدنا اياه يكون هيك الى اخره. هلا اذا بدنا نحط مثل هذا الاساس ممكن نقول له كريت سيميلر مثل ما اخذنا هذا الامر من قبل. نحطها مثلا كويس مسطره مشان يصير يعني يفتل مثل ما انا عم نشوف، نحركه حتى يصير هيك كمان هون. يعني هو اذا كان العمود منتصف الشبكة تماما بالمركز فنحن ممكن ثوران، اذا لا ناخذ منتصف العمود يعني مثل ما انا شايفين، وهكذا بحيث نغطي كل الاساسات. هلا هاي هذا العمود، هذا الاساس حذفناه ما لازم. هلا هذا الاساس اذا كان من هالنوع، اذا حبيت اتحكم بالابعاد تبعت الاساسات، هلا الابعاد محطوطة هون هي 1800 1200، يعني 180 120 45 سم. بدي اذا بدي احط انا هون مثلا قاعدة الاساس، يعني هي عبارة عن قاعدة بتكون ارتفاعها مثلا سماكتها 10 سم وبتكون طالعة من حوالي الاساس من كل الجهات 10 سم، وهي بتكون اسفله. لحتى نحن نحسن نستخدم او نحط هاي القاعدة ممكن نستخدم امر الاساس مرة تانية، بس هالمرة بدنا نعدل بالايد التايب ونعمل دبليكيت اول شيء، نقول له اوكي. بخلي السماكة مثلا صور فاصل واحد، خلي ال 1.4 والطول 2 عشان يطلع 10 سم ب 10 سم، قلنا له اوكي. هلا اذا كبست مسطره لاحظ انه قاعة الاساس تمام، بس الفكره هي بالمنسوب. يعني قبل ما احطه كمان لازم اهتم بالمنسوب اللي بدي احطه فيه بحيث انها تكون مع المنسوب تبع المستوى تماما. يعني هلا اذا حطيتها هون راح تكون هي باعلى الاساس لانه هي تبع الناقص واحد، فانا راح اضيف اوفست ناقص 45 ناقص 0.45 عشان تكون تحت الاساس مباشرة. هلا اذا كبسنا مسطرة هيك حطيناها هون، نحط اكثر محتوى بعدين نروح نشوف هون. تمام. هلا اذا رحنا على 3D مشان نشوف شو صار عندنا، بنلاحظ انه صار عندنا في هذا الشكل اللي هو الاساس وتحته قاعة الاساس جاي تماما على حرف الاساس بالضبط، يعني جاي على المستوى اللي نحن اخذناه هو سماكته 45. نحن نزلناها عن السطح عن من هون عن مستوى الطابق 45 سم، لذلك طلع لنا الشكل اللي شايفينه. اذا حبينا يكون الاساس مشطوف في شطفه من هون، ممكن نحن اذا ما عندنا بلوكات او بالمكتبه في هيك اساس نجي نحن نصممه بايدنا. راح نتعرف على طريقه تصميم هيك شغلات ممكن
بالجلستين الأخيرات. هلأ الأساس صار جاهز عندي، بالإضافة للأساس نحن محتاجين نسوي شغلة هون تحت الجدران، بيتواجد عنا الشناجات اللي بتكون واصلة بين الأعمدة، بتكون هي يعني شاري الجدران بتكون عليها، وتشيل البلاطات كمان نفس الوقت. فنحن حتى نعمل الشناجات هون في أمر البيم الموجود هون هو مختص بأمر الشناجات، أو رح نحن نستخدمه مشان نحط الشناجات. طبعا هي كمان شناجات على نفس مبدأ الأساس، تنحط من عند الطابق ولتحت، لذلك نحن كمان رح نحطها بالمستوى رقم صفر أو رقم واحد، لا رقم صفر تمام، نحطها مستوى رقم صفر، وبحيث هي لحالها رح تكون نازلة تحت، تبدأ من مستوى صفر وتنزل لتحت. فأنا رح واقف هون بالليفل صفر وبلش اشتغل على هاي الاساسات، بس على عفوا على الشناجات. بس اذا بدنا نشوفها كمان لازم نعدل الفيو رينج بهذا الطابق، عشان كمان احسن نشوفها على نفس مبدا من شوي لما عدلنا الفيو رينج. كمان رح نعمل ناقص واحد تمام. هلا بنبلش نحط الشناجات، بس طبعا البيم هلا هذا معدني على شكل حرف اي، لذلك نحن رح نعمل لود فاميلي ونختار المتريك وننزل على الستراكتشر فريمينج كونكريت، ناخذ الام كونكريت ريكتانجولار بيم، هي راح نستخدمها مستطيل، مقطع مستطيل. الابعاد تبعتها 400 800، اذا حبيت انا اغير شيء ممكن اغير من هون. وبنبلش نحن نرسمها للشناج او للاساس، الشناج اللي بنشتغله. رسمنا مثلا من هون، اكيد ممكن نوقف هون ونرجع نكفي بعدين، نوقفها هون نرجع نعمل واحد تاني هون. ملاحظة تشين ما انا مفعلي كمان لحد هون. هلا اذا رحنا على 3D شوف شو صار عنا، ملاحظ انه صار انا عندي في هون هذا هو الاساس اللي اشتغلنا، عفوا الشناج اللي اشتغلنا من هون لهون من هون لهون. والسماكي هي عبارة عن 40 سم لهيك طالعات من هون من هون شوي، اذا حبينا نعدلها بحيث تصير على قد العمود تماما، كمان مثل ما قلنا بنعدلها من عند الابعاد من هون 400 من عند 300، بتصير تماما مثل الجدار ومثل العمود اللي هون. كمان هيك احنا بنحط الشناجات. اذا حبينا نشوف بس المسقط تبع الشناجات بدون ما نشوف الجدران، مثل ما طلع عنا بهذا المسقط هون، المسقط صفر طلعت عندي جدران طلعت عندي كذا، اذا ما بدي اقعد اخفي ممكن احنا نوقف بالمسقط ناقص واحد بالليفل هذا ونرفع الفيو رينج لفوق، نخلي الارتفاع الفوقاني مثلا يوصل ل 3، بما انه هو 3 فراح نخليه 2.8 مثلا، نقول له ابلاي اوكي، خليه ميديوم. وخط القطع كمان نرفعه لفوق، كمان خط القطع راح نرفعه لفوق، راح نخليه يوصل ل 2.8، نقول له ابلاي اوكي. ملاحظ كيف صار عندي الجائز يبين بشكل عادي تماما. وهي اذا انشأنا بيم بحيث تكون على ليفل صفر، نفس اعدادات اللي كانت يعني ليفل صفر، انشأناها مثلا من هون لهون بهالطريقة. انا بحسن اتحكم بالبيم تبعتي وكيف انا عم شوفها. طبعا هاي اكساءة مختلف عن اكساء هاي، كل يعني يكون اكساء وشكل هاي وصله مباشرة هو مع الاساسات، انا ما بدي اوصله مع الاساسات، هو اخذ الريفرنس ليفل تبع ناقص واحد. اكيد احنا لا بدنا نقول له اديت ورك بلان، نخلي الريفرنس ليفل على صفر نقول له اوكي. هيك مثل ما احنا شايفين هلا صارت موصولة بالاعمدة بشكل مباشر. هيك نحن بالطريقة عم نكون عملنا بنحط الشناجات كاملة، نصير احسن نشوف مسقط الشناجات. يعني هلا هاي اذا عملنا لها اديت تايب، خلينا العرض مثلا 0.3، نقول اوكي. لاحظ كيف صار الشناج ماشي تماما مع العمود. هلا التهشير هون ناتج بسبب انه صار في مثل مبين انه مقطوع، او هو مقطوع اصلا، البيم اصلا مقطوع. ممكن انا اعمل الدقه تبعت الرؤيه كورس مثلا فيصير ما يبين، هيك بتصير الشناجات عندي مبينه والاعمده مبينه والامور تمام. هلا النقطه اللي راح نحكي عليها بعد الاساسات هي نقطه الابعاد. انا اذا وقفت هون بالطابق اللي عملنا من النسخة، وهي شفنا المسقط موجود عندي بهذا الشكل. بالنسبة للابعاد نحنا في عنا امر الابعاد من هون من قائمة annotate،
في عنا أوامر الأبعاد موجودة كمان بنلاقيها هون. هلأ بأمر الأبعاد إذا كبسنا هون مثلا وشنا عنا إذا كبسنا هون بيطلع لنا بالأوبشن بار الخيار هذا الأول والخيار الثاني. هدول الخيارات عن شو بيعبروا أو شو وظيفتهم. هذا الخيار بيحدد لي إنه خط الأبعاد من منين بدي يبلش، بدي يبلش من مركز الجدار ولا من حرفه حافته يعني. الخيار الثاني بيحدد لي نوعية خط الأبعاد اللي بدي أشتغله، هو خط أبعاد عادي ولا هو خط أبعاد متعلق بالجدار. هلا نشوف شو يعني هذا الخيارين هذول. بداية راح نشوف خط الأبعاد العادي، هو مثل أي خط أبعاد عادي يعني. إذا كبسنا هون وهون مثلا هون، إذا كبسنا بنلاحظ إنه هلا جيت أكبس هون أو كبست قبل بشوي فنهى الخط هو لحاله. ونحن هلا هون إذا مسكنا هذا الخط الأبعاد بعد ما خلص حبيت ضيف عليه أبعاد جديدة أو نقص منه أبعاد، مجرد إني أحدده وأقول له إيديت فبصير هو هلا قابل للإضافة أو زيادة الأبعاد. فأنا بصير بكبس مثلا هون هون، هذا خط قطع يعني ما له علاقة بالأبعاد، مثلا هون 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 وهكذا. بلاحظ إنه عم تنضاف الخطوط مباشرة. إذا حبيت شيل أي بعد أي خط ما بدي إياه يعني هذا الفاصل ما بدي إياه، بدي إياه يحسب من هون لهون مثلا على سبيل المثال، فأنا ببساطة بكبس مرة تانية على الخط نفسه. فبلاحظ إنه هو هلا دمج لي من هون لهون ببعد واحد يسمى هيك، وفورا هو بيحط الحسابات تبعت هذا الرقم. مثلا إذا شلت هذا فهلا بصيروا هيك، إذا جيت كمان شلت هاد فبتروح المسافة، بتروح الفاصل اللي كان هون بصير كلها مسافة وحدة وهكذا. هيك نحن هذا خطأ بعد عادي. وبس خلصت ماكبس اسكيب، بس خلصت بكبس بمحل فاضي مشان يثبت لي التعديل. إذا كبست اسكيب بيرجع الشغل مثل ما كان قبل، يعني بيروح التعديل بس وبيروح بصير مثل ما كان قبل التعديل. أما إذا كبست بمحل فارغ بيثبت التعديل وبينتهي الأمر. هلا النوع الثاني من أنواع الخط الأبعاد هون هي الانتير وولز. الانتير وولز نوعا ما فينا نسميها أوتوماتيكية مثلا أو شيء. ليش؟ هي إلها علاقة بالجدران، يعني بيتم إدخال الجدار مباشرة على المشروع وبالتالي هو بيصير بيحسبه كأبعاد، إله فتحات إله كذا، بصير بيحسبه لحاله مباشرة. إذا حطينا الانتير وولز بنلاحظ إنه صارت مفعلة عندي الأوبشنز الموجودة هون. الأوبشنز موجودة هنا، إذا فتحتها بلاقي في بقلبها ثلاث خيارات، فيها الفتحات، فيها تقاطعات الجدران، فيها تقاطعات مع الشبكة، تقاطعات مع الجدران، تقاطعات مع الشبكة أو الالتقاء يعني. فهون كيف نحن فينا نستخدم هدول الخيارات؟ طبعاً فينا نستخدمهم مجتمعين، فينا نستخدم واحد منهم، فينا نستخدم اثنين حسب نحن شو بدنا. نحن راح نشوف أول شيء خيار الفتحات. إذا قلنا له بس الفتحات بيسأل في عنا خيارين، بده يحسب مراكز الفتحات ولا بدي ياخذ من عرض من الفتحه يعني من حرف الفتحه لحرف الفتحه بحيث ياخذ عرض كامل تبع الفتحه. فنحن راح نقول له انه خيار الفتحات من الحرف للحرف وقول له اوكي. هلا اذا هو بيطلب مني حاليا ما انتي رولز، ما قلنا هو متعلق بجدران، بيطلب مني جدار، ما بيطلب مني حرف فتحه او شيء، بيطلب مني جدار انه يدرس له فتحاته. فانا بحدد مثلا هذا الجدار، لاحظ كيف هو هلا درس له فتحاته لهذا الجدار وحط لي الابعاد تبعته كامله. حط مثلا الفتحة هون، حط الجدار البقيان، حط الفتحة، بنلاحظ كيف الفاصلة الموجودة 0.97. نحن ممكن نعدل من خلال أخذنا رمز الأبعاد من قبل إنه يو إن أو من المانج. نحن اللغة عندي عربي فما بيقبل، لا هلا إذا كبست يو إن فبيطلع الخيار. إذا فوت على لينث لهون مثلا قلت له يصير في تقريب لفاصلة واحدة، قلت له أوكي. فبلاحظ هلا الأرقام كيف صارت عندي. إذا حبيت يكون تقريب العدد صحيح كمان بيصير. هاي بالنسبة للأبعاد إذا بالنسبة فقط كفتحات. هلأ رح نشوف الخيار الثاني. مثلا إذا كان عندي جدار من هذا النوع مثلا هون هيك، خليه داخل مع الجدار، رح نشوف نحنا كيف ممكن هذا الجدار يأثر على الفتحات وعلى دراسة الأبعاد. إذا قلنا له نفس الأمر تبع الأبعاد وأخذت أوبشن أضفت خيار الجدران قلت له أوكي. إذا كبست هذا الجدار وأخذت لهم لاحظ كيف صارت الخيارات عندي، عندي تقاطع الجدار، هذا جدار متقاطع مع هذا. فأنا إذا حبيت شيل الخيار اللي هون أو الحساب اللي هون فيني أكبس هون وهون بتروح، في عندي تقاطع هذا الجدار معه.
في عندي الفتحة، في عندي الفراغ اللي بقيان هون، في عندي سماك الجدار كمان هون نفس الشيء. بالمقابل أعطانا هو تقاطع هذا معه. كمان إذا حبيت شيء لونه، لاحظ إنه في لون أزرق عم يكون للخطوط اللي محددة بالبعد، يعني الخط اللي مأخوذ مشان يطلع هذا البعد عم يكون لونه أزرق غامق. فأنا بمجرد إني أكبس علاي من هون ومن هون، ساعتها بيصير هو يعني بيروح بيصير واصل لعند هون البعد المدروس. طبعا أنا فيني هون هلأ أضيف هيك خط هون وخط هون بحيث يصير البعد مثل ما أنا بدي وثبته. بهالطريقة أنا بكون صار عندي الخط تبع الفتحات بالإضافة للتقاطعات الجدران. إذا بدي أعمل الخط تبع بس تقاطعات الجدران، فبشيل أنا الفتحات بقول له أوكي بكبس هون. لاحظ هلا إنه صار عندي تقاطعات الجدران مع الفراغات اللي بيناتهم، فأنا بحذف هذا أنا ما بدي إياه. وعندي هون بضيف خط هون وخط هون، فأنا بحذف هاد وبحذف هاد لأنه ما هاد ما بدي إياه. هيك بهالشكل كمان احنا نلاحظ انه صار عندي الفراغات الموجودة بين الجدران. هاي بالنسبة للنوع الثاني. والنوع الثالث ممكن احنا ما نستخدمه حسب اذا كان الشبكة مارقة بالجدار كامل، فهو له علاقة بتقاطعات الشبكة مع الجدار. يعني اذا مسكت هذا الجدار وعملت هيك نلاحظ كيف اعطاني هو الخيارات تبعت اللي موجودة تقاطعات الجدار هذا تقاطعاته مع الشبكة اللي صايرة هون. أخذ كمان هو تقاطع هذا الجدار فأنا لا ما بدي إياه. تمام، أخذ سمكت الفراغ الموجود بين المحور وبين آخر الجدار، كمان الفراغ الموجود من هون بين المحور وبين آخر الجدار كمان أنا إذا حبيت ألغيهم كمان بحسن ألغيهم بهالطريقة. هذا الجدار ما مستمر لهون حتى ياخذ معه هذا المحور، لذلك هو ما اضافه. نحن اذا حبينا نضيفه فينا نضيفه بهذه الطريقه. طبعا في حال انا اشتغلت على ابعاد وكان الجدار متكون من عده جدران بدي اياهم كلهم يطلعوا، فانا ببساطه فيني اخذ مثلا اذا اخذت الفتحات والانترسنج شلت الانترسنج جريد، اذا اخذت الفتحات والتقاطعات مع الجدران بدي هذا الجدار كله مثلا، لكن هو مكون من عده جدران، فانا فيني اعمل كبسه اولى وكبسه ثانيه. فيني اكبس هون، فيني اضيف قد ما بدي كبسات مثل ما انا شايفين على الجدار. طبعا هذا عم يخلي العمليه تصير الارقام والابعاد كثير مختلطه وما انا واضحه، فكمان نحن فينا نختار جدارين يعني بمعنى يكونوا واضحات بس بحيث ما يصير فيه اختلاط. اكيد يعني ما راح نختار نحن شيء يكون متداخل ببعضه لحتى تكون ارقام واضحه ونحسن مقروءه ونحسن نشوفها. بعد ما حطينا خط الابعاد نحن اذا حبينا نحرك بعد ممكن نحركه من هذا السهم اللي هون، النقطه عفوا اللي هون، بحيث يصير بعيد شوي او قريب حسب اذا انا بدي الفراغ مثلا كان في تداخل ارقام ببعضها. فبالطريقه نحن ممكن نستخدم ونستفيد من النقطه هاي بحيث نبعده للخط، ومثل ما انا ملاحظين بيطلع له مثل سهم او مؤشر انه هو وين صاير محله لهذا الفراغ. هاي الثلاثة مثلا فينا نحركها نحن هون، كيف نلاحظ صار في عندي خط أول وخط ثاني وخط ثالث، هذا اسمه الليبل أو الليدر عفوا، هو اللي بيربط الفراغ مع الرقم الموجود. هلا صار عندي هيك الفراغ الأرقام، إذا حاولت بعدهم عن بعضهم كيف نحن ممكن نخليهم مرتبطين بالفراغ. فنلاحظ هون عم يصير في مثل خلفية بيضة ورا الرقم. انا كيف ممكن هاي الخلفيه اذا ما بدي اياها، فت كبست على خط الابعاد او على الرقم الموجود عندي هون هو حدد خط الابعاد لحاله، بقول له اذا التايب، بنزل على التكست على قائمه التكست من هون. لاحظ انه في عندنا شيء اسمه باك جراوند تكست باك جراوند، الخيار هذا بغيره بعمله ترانسبرنت بقول له اوكي. لاحظ هلا كيف صار الرقم ما في وراه خلفيه بيضاء، اذا في خط عم يكون مستمر الجدار هون ما عاد منقطع ويصير لونه ابيض مثلا بهاي المناطق ولا بهاي المناطق. هاي اذا حبينا يكون الرقم ما في وراه خلفيه بيضاء يكون شفاف خلفيته شفاف. يعني من خيار الايديت تايب من هون نحن بنعدل كثير شغلات حسب شو حابين. نحن مثلا لما كنا عم نشتغل عم نلاحظ كيف عم يطلع خط عم يوصل من هون لهون، كيف انا ممكن هذا الخط ما خليه هيك مستمر، يبلش من هون بس ما بدي الخط يطلع. فعنا الخيار هذا وايتنس لاين كنترول، فينا نعمله بدال جاب اليمنت فيكس دايمنشن لاين قول له اوكي. فبلاحظ كيف هلا صار البعد هذا الخط ما عاد موجود كلياته مستمر، عم يكون خط الابعاد بس على الخط تماما. كمان فينا نتحكم بنفس الاديت تايب من هون، فينا نتحكم بالابعاد قديش حجم النص من هون تكست سايز،
قديش الأوفسيت إذا بدي خلفه ولا أمام وراه ولا قدام ولا الخط كمان إذا حبيت. فهي عدة خيارات ممكن نشوف اللي ناس نغير أو نعدل عليهم ونصير نستخدمه. هاي بالنسبة كمان لأنواع الأبعاد اللي ممكن نستخدمها بالمشروع. أيضا في عنا نوع أبعاد الدائرة، إذا أنا عملت طول دائرة مثلا هيك بهالشكل وكان عندي فيه وجود نوافذ مثلا، نافذة هون هون، أبواب إلى آخره، يعني شو ممكن يكون بجدار، وجيت أخذ خط أبعاد، خط الأبعاد هون ما عاد فيه إنه يكون الجدار مستوي يعني مباشر، ياخذ جدار مباشر وصار جدار منحني، فهو ما عاد ياخذ جدار مباشر، هو هلا اجباري بده يكون بالحاله العاديه. طيب انا كيف اشتغل بالحاله العاديه؟ بقول له انه ارك لينث، باخذ ارك لينث من هذا الخيار، نحن بنحدد انه الجدار شو بدنا نقيس، بدنا نقيس الحرف الخارجي ولا بدنا نقيس طول الوجه الداخلي ولا بدنا نقيس المحور، نحدد حسب شو بدنا. اذا فرضا بدنا الوول فيس الخارجي مثلا، خلاص انا حددت هيك، حددت اول شيء القوس اللي بدي اقيسه، او ثاني شغله بحددها هي البعد او الحرف الاول لهذا القوس اللي بلش اقياس من عنده. فانا بكبس على خط يتقاطع معه، يعني اخذت هذا مثلا، هلا هو عم ينتظرني اخذ الخط الثاني اللي بدي اياه، فانا فيني اكبس انه لهون هذا هو. فملاحظ كيف صار عندي الخط الابعاد عم يطلع بهذا الشكل. هلا اي بعد حبيت ضيفه بس بكبس هون، مثل ما تعلمنا من قبل، ملاحظ كيف هو بلش يضيف الارقام لحال مباشرة. كمان هاي آلية حلوة بالقياس ابعاد اذا كان البعد عندي موجود عبارة عن قوس. هلا هيك انا بثبته وحطيته. هلا مثل ما قلنا اذا فت على الايد التايب انا ممكن اغير الجابت اليمنت واعملها فيكس دايمنشن لاين، اقول له اوكي. لاحظ كيف صار عندي خط الابعاد موجود. طبعا بننتبه انه خط الابعاد ما في لاي تعديل بعد ما ينتهي، مثل ما كان الخط هذا بيصير فيه تعديل، خط الابعاد اذا كان عباره عن قوس ما فيه امر تعديل، فينا كان نحن ننشئ خط ابعاد جديد. هاي بالنسبه لموضوع الابعاد وخطوط الابعاد وهيك. النقطه الاخيره اللي نتكلم عليها بهاي الجلسه هي نقطه المناسيب. احنا كيف فينا نحط مناسيب؟ كمان من امر انوتيت نفسه، في عنا السبوت إليفيشن، احنا ممكن نستخدمه لهذا الأداء أو هذا الأمر، نستخدمه كمناسيب. كيف ممكن نستخدمه؟ بنلاحظ كيف لما عم قرب إيدي على الأرضية لحاله عم يختار البعد تبعه، حاطه 0.5. إذا متذكر ايش حاطه 0.5؟ لأنه نحن حاطين تقريب لأقرب 10، هي هون الحقيقة 0.45، بس لأني أنا قايله تقريب لأقرب 10 فهو عم ياخذ 0.5. نحن ممكن نروح على نفس اسكيب، نروح على اليو ان وناخذ لينس، نختار بدل ما نقول له تقريب لاقرب 10 اقول له كوستوم، واختار هون 0.45 او 0.05 بحيث يكون تقريب لاقرب 5. اوكي. هلا بنلاحظ كيف صارت الارقام كلياتها فيها خمسات او صفار، يعني اما خمسات او صفار، مشان اذا كان في عندي 5 سم يبينه بالشغل. مثل ما راح تشوف هلا عندي 0.45، فهي صارت تظهر بشكل تام 0.45 يعني مثل ما هي. اذا كبست على 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 التت كبسات على الخيار او الامر، هلا اذا كبست اول كبسه بيطلع عندي مثل هذا السهم اللي عم يدلني انه هون مكان البعد. هاي بنستخدمها في حالات انه كان زحمه مثلا او هيك، ممكن نستخدمها في حالات المقاطع. اخذتها هيك وكبست هون مثلا، حطيت هذا الشكل. فبهالطريقه انا استخدمت مثل ذراع او دلاله على الاليفيشن، هذا هو تابع لاي قطعه ارض او لاي منسوب. لكن انا اذا حبيت مباشره في نشيل الليدر هاي واجي اكبس بس كبسي وحده وحدد بعدين الاتجاه اللي بيناسبني. مثلا هون اذا كان موجود الليدر فينا بدل يعني بدل ما اكبس وبعد ايدي اكبس كبسي اولى بس بنفس المحل بكبس كبسي ثاني، فخلص هو هلا صار ياخده بهذا الشكل. بكبس هيك مثلا بصير بيطلع عندي. طبعا بنلاحظ كيف وقت بصير بقرب على الدرج هو لحاله عم ياخذ درج من الابعاد، لكن بس صار الخط مقطوع انقطع الدرج بصير بيرجع على المنسوب 45. فنحن ممكن كمان نحط خط الابعاد على الادراج وهو بياخذها عادي. هاي بالنسبه للمناسيب كمان كيف نحن ممكن نستخدمها بالمشروع. الدرس القادم ان شاء الله راح نكفي بموضوع التنفيذي، نحكي على الجداول ونحكي على بعض الرموز تبعت الابواب والنوافذ والاكساءات
ونشوف إذا شو فينا نغير ونعدل بالأوبشن الخيارات تبعت الرموز التنفيذية.